استقيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طلبات يا فندم. عايز حد فاضل يجي يصور مع الزملاء عشان نحدد. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس شرطة وليد ابراهيم مديرية امن القاهرة. دلوقتي هل من المعقول حضرتك احنا دلوقتي اولاد وزارة الداخلية كلنا تمام؟ هل من معقول يحصل تفرقة بين اولاد وزارة الداخلية بحيث ان في فرد في وزارة الداخلية في كام ادارة في حوالي 20 ادارة؟ طالب سريعا عشان الحق الحالة ديت المغمى عليها. يتقاضى ثلاث اضعاف الفرد في الامن العام. في فرد في وزارة الداخلية امين شرطة برضه دفعتي نفس الدفعة ونفس المؤهل الوظيفي اللي انا اتدربت ان انا اتخرجت بيه تمام؟ بيتقاضى اضعاف ثلاث اضعاف مرتبي. يعني انتوا عايزين مساواه. اه مساواه في الوزاره كلها. مفيش اداره تاخد 3000 ثلاث اضعاف واداره معلش واداره تاخد ايه؟ بالليل عشان اشوف الحاله دي. تمام؟ تمام؟ انا مع اسمك. سلام يا عم يحيى. سلام يا باشا. سلام يا استاذ. بالليل دلوقتي انا رايح كمان ساعتين ساعه ونص بالثلاث الاول ان شاء الله ماشي؟ سلام.